نشير إلى معنى آخر وهو معنى معرفتهم عليهم السلام، أن معرفتهم هي معرفة الله، بل معرفة الله هي معرفتهم. روايات عديدة ننقل بعضها مما جاء في أهم الكتب الشيعية وهو الكافي الشريف، ماذا قال الإمام الصادق عليه السلام؟ قال: لولانا نحن ما عبد الله. أصلا لولا أهل البيت عبادة ما هو. لماذا؟ لأن هم الذين عرفوا لنا العبادة، نحن ممن نأخذ صلاته. لو الإمام الصادق ما بين لنا الصلاة، صلاة رسول الله، كيف نصلي؟ إذا الإمام الباقر ما بين لنا الوضوء، كيف نتوضأ؟ نكون مثل العام. قال أبو هريرة وقال كعب الأحبار وقال فلان اليهودي والنصراني وقال فلان الناصبي هكذا. أما نحن من خلال أهل البيت عرفنا العبادة، فلولانا لولانا لولا نحن ما عبد الله، من خلالهم تقبل عبادته، بل ليس فقط قبول العبادة، من خلالهم نتعلم العبادة. هم العباد حقا، هم عبيد الله حقا، أشهد أنه عبده ورسوله سبحان الذي أسرى بعبده. النبي هو كمال العبودية الخالصة لله رقم واحد في الوجود في عبادتنا. فنحن لولا النبي ماذا نستطيع أن نعبد الله؟ نستطيع أن نعرف؟ فلذلك علينا أن نتأسى به. هم الذين عرفونا الصلاة والصيام والوضوء وكل العبادات، فلولا نحن ما عبد الله. نعم صحيح كلام. رواية عن الإمام الباقر وكلها في الكافي الشريف، قال: بنا عبد الله. المعنى قد مر لا نعيد. وبنا عرف الله، من أراد الله في زيارة الجامعة الكبيرة العظيمة. من أراد الله، الذي يريد الله سواء يريد عبادته أو معرفته أو كليهما، بدأ بكم. إذا لم يطرق باب من بيوت أهل البيت عليهم السلام لا يتعرف من هو الله. من هم الذين عرفوا للناس من هو الله؟ أليسوا هم أهل البيت فقط؟ وطبعا كل ما لديهم عن جدهم، هو الإمام الأول والمعلم الأول لهم ولنا. هذه عقائدهم المتناغمة مع القرآن. يقول: وبنا وحد الله تبارك وتعالى. الإمام الباقر يعني ببركتهم قبل التوحيد، لأن توحيد فيه تجسيم، وله قدم ورجل وساق ويجلس على العرش وله أطيط. هذا شنو من توحيد؟ هذا تجسيم، هذا خلاف ليس كمثله شيء. من أين عرفنا معاني الآيات وتفسيرها إلا من خلال الراسخون في العلم الذين لا يعلم تأويل القرآن إلا هم؟ بنا وحد الله، هذا المعنى. هذه روايتين شريفتين. ننقل عدة روايات في المعرفة. الرواية في علل الشرائع للصدوق عن الإمام الصادق عليه السلام، ينقل عن جده الحسين بن علي عليه السلام قال: سأله سائل فما معرفة الله؟ وقبل ذلك سأله سؤال آخر الإمام الحسين عليه السلام. قال الإمام الصادق عليه السلام: خرج الحسين بن علي عليه السلام على أصحابه فقال: أيها الناس، إن الله عز وجل ذكره ما خلق العباد إلا ليعرفوا. ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون القرآن. وأهل البيت بيّنوا هذه العبادة بأنها المعرفة. أصل العبادة المعرفة، إذا لم تعرف من تعبد فكيف تعبد؟ عبادتك هكذا تكون كزبد، زبد البحر، وماذا؟ كالسراب يحسبه الظمآن ماء. يقول: ما خلق العباد إلا ليعرفوه، فإذا عرفوه عبدوه، فإذا عرفوه عبدوه.
المعرفة مقدمة على العبادة، تعرف ثم تعبد. فإذا عبدوه استغنوا بعبادتي عن عبادة ما سواه. فقال له رجل: يا ابن رسول الله، بأبي أنت وأمي، فما معرفة الله؟ عرف لنا يا ريحانة رسول الله سيد الشهداء عبد الله الحسين، ما معرفة الله؟ قال: معرفة أهل كل زمان إمامهم الذي يجب عليهم طاعته. جعل الإمام الحسين معرفة الله في مصافها ماذا؟ معرفة الإمام. لا تعرف الله، لا تعرف التوحيد بدون معرفة الإمام، لأنه هو الذي يوجهك إلى الله، هو الذي يعرفك من الله، هو الذي يفسر لك آيات التوحيد. فكيف تريد أن تعرف الله بدون أن تعرف الإمام؟ رواية أخرى أيضا في المعرفة في الخصال، رواية عن رسول الله، الخصال الصدوق، يقول لأمير المؤمنين: ثلاث أقسم أنهن حق، أنك والأوصياء من بعدك عرفاء، لا يعرف الله إلا بسبيل معرفتكم، وعرفاء لا يدخل الجنة إلا من عرفكم وعرفتموه، وعرفاء لا يدخل النار إلا من أنكركم وأنكرتموه. هذه رواية النبي. فكيف نقول أن التوحيد من أصول الدين والإمام مو من أصول الدين، وأنه لا يمكن أن نعرف التوحيد إلا من خلال الإمام؟ تلك إذن قسمة ضيزة. هو هذا الإنسان عندما يكون لا يجمع الآيات والروايات يقع في هذا، هي هاي المشكلة. الإنسان عليه الباحث، يعني العالم الواقف على الأدلة، عليه أن يجمع الأدلة، أن يجمع الآيات والروايات. لا نكون نعوذ بالله مثل البعض، يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، يؤمنون ببعض الروايات ويكفرون ببعض. القرآن هو يقول عن هكذا نماذج أولئك هم الكافرون حقا. سيتبين شدة هذا الأمر في معنى حكم منكر الإمام.